نشرة الأخبار من قناة وطن، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع أبرز العناوين. بانتظار مفاجآت متوقعة، أوساط الإطار التنسيقي تتحدث عن حوار مستمر مع التيار وتلوح بالثلث الضابط. في خطوات متسارعة العراق يرفع استثماراته في سندات الخزانة الأمريكية مقتربا من 24 مليار دولار. سياسات أربيل تزيد من أزمة وقود السيارات في كركوك ونينوى وإغلاق للمحطات في محافظات جنوبية. مشاهدينا أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتعزيز الإجراءات الأمنية وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلا عن التأكيد على تأمين السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان له إنه عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية في نينوى واستمع فيه إلى عرض شامل ومجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، مضيفا أن الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجها باتخاذ الاستعدادات كافة وتفعيل الجهد الاستخباري والاستباقي خلال شهر رمضان المبارك. وبحسب بيان مكتب الكاظمي فإنه وجه بالتزام السياقات الأمنية وأن يكون أمن المواطن وسكان المحافظة هو الأولوية القصوى، مؤكدا أن الاجتماع حضره نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة. هذا وقد عقد الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع الحكومة المحلية في نينوى وناقش خلاله مختلف القضايا المتعلقة بالمحافظة. وقالت مصادر حكومية أن الاجتماع طرح عددا من الملفات الأمنية والخدمية في المحافظة بما فيها ملف سنجار والحدود، إضافة إلى بقية الملفات ذات العلاقة بالإعمار والبناء وخاصة مطار الموصل ومشاريع الإعمار على جانبي مدينة الموصل. وفي الملف السياسي أكد عضو الإطار التنسيقي تركي العتبي أن جلسة البرلمان في 26 من الشهر الجاري لن تحسم منصب رئيس الجمهورية. وقال عتبي أنه وفق المعلومات المتوفرة حتى اللحظة فإنه لم يحصل أي توافق بين الإطار والتيار الصدري حول الملفات المختلف عليها،
مشيرا لأن الإطار لديه وجهة نظر محددة وثابتة في قضايا مهمة ومنها الكتلة الأكبر ومن يتبوأ منصب رئاسة الجمهورية، مضيفا أن التحالف الثلاثي سيعتمد الوسائل الديمقراطية في آليات انتخاب رئيس الجمهورية، ومرجحا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة وصول الجميع إلى حل وسط ينهي الملفات العالقة. ومن جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي اللجوء إلى خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة متوقعا حدوث مفاجآت سياسية. وقال الزيادي إن هناك اجتماعا مرتقبا بين الإطار والتيار لحل حالة الخلافات، مشيرا إلى أن الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري يتركز بشأن آلية تسمية رئيس الوزراء. هذا وكشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي عن لقاء مرتقب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري قبيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقرر انعقادها في 26 من الشهر الجاري. وقال الركابي إن اللقاء الذي من المؤمل أن يعقد بين الإطار والتيار خلال الساعات القليلة المقبلة أو قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية سيركز على القضايا الأساسية الكبيرة التي تهم البيت الشيعي وعلى رأسها تشكيل الكتلة الأكبر. وأضاف الركابي أنه سيتم خلال اللقاء الاتفاق على ترشيح اسم لرئاسة الوزراء، مشيرا لأن المهم في هذا اللقاء هو فك الانسداد السياسي للمضي بتشكيل الحكومة. هذا وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم من تحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إلى جلسة كسر بين القوى السياسية. وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر التحالف الوطني للكرد الفيليين إن الدولة لا تدار بأسلوب لي الأذرع وكسر العظم، وإنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومضيفا أن قاعدة التوازن هي المقدمة الضرورية للوصول إلى الاستقرار. أهلا بكم من جديد. توقع النائب عن الإطار التنسيقي حسين علي مردان حصول تفاهمات جديدة بين التيار الصدري والإطار، موضحا أن تغيرات ستحصل خلال الأيام المقبلة وستصب جميعها في مصلحة البلاد. وقال مردان أن اللحظات الأخيرة دائما ما تكون حاسمة، لافتا إلى أن أبواب الإطار التنسيقي مفتوحة أمام التيار الصدري لتوحيد البيت الشيعي، ومشيرا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد انفراجة قريبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي والذهاب هذه الحوار والتوافق كحل وحيد لتشكيل الحكومة المقبلة. الو كارت. لا كارت.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بمقدار نحو مليار دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقالت الخزانة في أحدث جدول لها إن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر كانون الثاني زادت بمقدار 923 مليون دولار لتصل إلى 23 مليار و425 مليون دولار، بعد أن كانت 22 مليار و502 مليون دولار في شهر كانون الأول الماضي. وأوضحت الخزانة الأمريكية أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9 مليارات و710 مليارات دولار، وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 13 مليار و715 مليون دولار. وبحسب جداول وزارة الخزانة الأمريكية فإن العراق يأتي في الرابع مرتبة في امتلاك الأسهم الأمريكية بعد السعودية والكويت والإمارات. أكدت وزارة الزراعة أن افتتح استيراد البيض والدواجن يهدد 700 ألف من العمال وأصحاب المشاريع بالبطالة. وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية التابعة للوزارة عباس رحيم إنه توجد 7700 مشروع في مجال الدواجن وإنتاج بيض المائدة، مضيفا أن العراق لديه فائض في الإنتاج في حين يوجد ارتفاع بأسعار البيض في دول الجوار وهي أغلى من الأسعار في العراق، مع أن البيض العراقي أفضل للمستهلك المحلي لأنه طازج، محضر من أن توقف المشاريع المحلية سيرفع سعر طبقة البيض إلى 8000 دينار أو 9000، وهذا ضرر مستقبلي كبير. هذا وقد حددت وزارة الزراعة 3 أنواع من الاستثمار في القطاع الزراعي موجهة رسالة إلى المستثمرين. وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي إن الاستثمار مهم جدا للقطاع الزراعي لأنه يحتاج إلى رأس مال وإدخال التقنيات الحديثة، مضيفا أن مجالات الاستثمار متنوعة تبدأ من الاستثمار في الجانب النباتي والاستثمار في المجالات الحيوانية والاستثمار بالصناعات الزراعية التحويلية، معتبرا ذلك جانبا مهما وأساسيا. وأشار القيسي لأن الزراعة من دون صناعات زراعية تحويلية لن يكون مجزيا. أهلا بكم من جديد. أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن خططها لإعادة إنتاج زيت الطعام خلال الأيام المقبلة في ميسان. وقال رئيس مهندسين أقدم في مصنع الإمام علي الهادي التابع للوزارة تحسين علي كريدي إن مصنع زيوت الإمام علي الهادي يعد واحدا من أهم مصانع الزيوت في الشرق الأوسط لإنتاج الزيوت السائلة للطعام وفيه خطوط إنتاج كبيرة، لافتا إلى العمل في المصنع متوقف لأسباب متعددة ومضيحا أن العمل مستمر لإعادة الإنتاج في الأيام المقبلة من أجل توفير زيت الطعام خلال شهر رمضان ودعم البطاقة التموينية للمواطنين ودعم وزارة التجارة بمادة الزيت السائل.
سكايب جاهز؟ نعم. الأستاذ عامر تكز غير. مشاهدينا، وللمزيد من المعلومات حول الملف الاقتصادي معنا عبر سكايب الخبير الاقتصادي والاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري. أهلا بك أستاذ عامر. أهلا ومرحبا بكم وبالجمهور. أهلا بك. نبدأ من ملف الاستثمار العراقي في سندات الخزانة الأمريكية والتي نشهد فيها طفرات كل عدة أشهر، حيث وصلت إلى ما يقرب إلى 24 مليار دولار. وبحسب تقارير وزارة الخزانة الأمريكية، كيف يمكن قراءة التوجه لزيادة هذا النوع من الاستثمار؟ تفضل. مع أنه السؤال يعني الصوت مو واضح. سأعيد من حضراتكم أرجو أن تعيدين استفسارك عزيزتي. نعم، نبدأ من ملف الاستثمار العراقي في سندات الخزانة الأمريكية والتي نشهد فيها طفرات كل عدة أشهر، حيث وصلت إلى ما يقرب إلى 24 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب تقارير وزارة الخزانة الأمريكية. برأيك كيف يمكن قراءة التوجه لزيادة هذا النوع من الاستثمار؟ تحياتي مرة ثانية. الحقيقة بغض النظر أنه إحنا ننظر إلى موضوع استثمار العراق في سندات الخزانة الأمريكية، أولاً هناك زاوية معينة. معظم دول العالم اللي لديها فوائض نقدية تذهب للاستثمار في هذا المكان، سندات الخزانة الأمريكية، وأكبرهم الصين. هذا جانب. الجانب الآخر أنا أنظر له، أولاً باعتقادي الرقم أكثر من 24. أمامي تقرير يقول 31.2. عجبا، هاي 31 لدى سندات خزائن أخرى، هذا موضوع آخر. اللي أريد أقوله أعزائي الكرام أنه عملياً إحنا مطمئنين أنه أموال للدولة العراقية محفوظة في مكان أقدر أقول أمين، وليس الغاية منا الربح. نعم. الغاية منا الحفاظ عليه، الحفاظ على من تقلبات المتوقعة لأسعار الدولار، ولو التقلبات إذا صارت شديدة قد نتأثر، وهذا غير منظور بالزمن المنظور. لذلك هذا، هاي زاوية أخرى. الزاوية الثالثة أعزائي، إحنا عملياً نرى أنه الأموال العراقية التي صرفت خلال 17 أو 18 سنة الأخيرة عملياً لم تجني فوائد وأرباح حقيقية للعراق. ناهيكم عن سوء إدارتها، وناهيكم عن حجم غير معروف ذهب هباء يعني بالفساد، سواء بالسوء الأعمال التي نفذت أو نعم أستاذ عامر بأي شكل من الأشكال الاستحواذ عليها. لذلك أنا أقول وجود أموال للدولة العراقية إلى حين تحسين أسلوب إدارة الملف المالي والاقتصادي، هذا أمان. إنه هذا الجانب الثالث اللي أنظر له. أكو زاوية رابعة الحقيقة، إذا تسمحي لي فرصة لها. الزاوية الرابعة إنه إحنا هي سندات الخزانة تشكل جزء محدود من موجودات البنك المركزي العراقي، بما معنى موجودات الدولة المالية للدولة العراقية. يعني بما معنى انه احنا لدينا الموجودات تشكل، يعني خلينا نقول بعبارة افضل للمستمع الكريم ولحضراتكم، استثمارات البنك المركزي العراقي الخارجية تشكل 30% من موجوداته. للعلم يعني نعم، هناك رقم أكبر من موجودات البنك المركزي العراقي مستحقات على وزارة المالية، يعني أعطتها ديون للحكومة العراقية يعني وزارات التنفيذية، وهذا المبلغ غير معروف أنه مستحق أم لا. نعم أستاذ عامر، وفي السياق ما تفضلتم به منذ قليل ينتقل إلى السؤال الثاني، وهو هل هناك تأثيرات إيجابية للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية ظهرت على الواقع الاقتصادي العراقي؟ نعم، أنا حبيت إجابتي تكون من خلال زوايا أخرى للموضوع.
واحدة من الفوائد أنا نوهت عنها هي الحفاظ على الأموال العراقية. خلينا نكون واضحين، احنا ليش لا نجامل ولا نحابي ولا نعترض على شيء؟ أنا أقول وجود هذه الأموال هناك بغض النظر هي نسبة الفائدة متدنية جدا حسب معلوماتي. أنا هذا نسبة الفائدة الحقيقية جاوب عليها دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، لكن وجودها هناك معناها الحفاظ عليها، بما معنى أن الاستفادة نحن مستفيدين منها كعراق وليس كحكومة عراقية. أتت الحكومات وذهبت حكومات وعمليا لم تحقق شيء. نعم، خليني أقول أجاوب من زاوية أخرى، هناك العديد من الزوايا. قبل قليل قرأت تقريرا يقول كم نسبة تنفيذ المحافظات العراقية من الأموال المخصصة لها في الموازنة التخطيطية لعام 21. وجدنا أنه بغداد، محافظة بغداد بحدود أقل من 7%، الأنبار حدود 73% أعلى نسبة، والباقي ما بين هاتين النسبتين. لذلك نقول هي الفكرة ليست أنه توجد أموال وأصرفها، المهم كيف أصرفها وكيف تحقق لي للعراق، للبنى التحتية، للاقتصاد، للخدمات، لتحسين إنتاجيتها. يعني من نقول الناتج المحلي الإجمالي المتدني جدا، كيف تساهم في تحسين الناتج المحلي؟ هذا اللي ممكن أن نقول نقدر نستفيد من هذه الأموال أم لا. ولذلك أنا أقول اليوم، لغاية اليوم، حسنا عمل البنك المركزي بالحفاظ على هذه الأموال هناك. نعم، وصلت الفكرة أستاذ عامر. وأنتقل معك إلى موضوع آخر، وهو موضوع القروض التي تقوم المصارف الحكومية العراقية والأهلية بتقديمها للمواطنين تحت عناوين كثيرة وبنسب فائدة عالية جدا. كيف تعلق بداية على هذا الموضوع، وهل تعتقد أنه استنزاف للخزين المالي للبنك المركزي؟ لم يكن واضحا التساؤل، نعم. أرجوك، يبدو هناك صدى والسؤال أعتقد مهم، نعم، لابد أن أعيد يكون عليك واضح السؤال، جدا، أرجوك. أعيد عليك السؤال أستاذ عامر. هو انتقال إلى موضوع القروض الذي تقوم به المصارف الحكومية والأهلية بتقديمها إلى المواطنين العراقيين تحت كثير العناوين وبنسب فائدة كبيرة جدا. كيف تعلق على هذا الموضوع، وهل تعتقد أنه استنزاف للخزين المالي للبنك المركزي؟ رغم أنه عدم وضوح الصوت، بس أنا اللي موضوع فهمت القروض العراقية، القروض التي نعم، تعطى لمن؟ أرجوك، القروض، هناك صدى في الصوت مع الاعتذار. القروض التي تعطى من البنك إلى المواطنين وبنسب فائدة عالية كبيرة جدا وتحت عناوين كثيرة، كيف تعلق على هذا الموضوع بداية؟ إذا كانت القروض كما فهمت، إذا كانت القروض اللي تعطى للمواطنين، نعم، من الواضح جدا أنه القروض فوائدها عالية، والفوائد لا تقاس بالنسبة نقول 5% أو غيرها. يعني إحنا إذا أريد نحرك الاقتصاد، يعني هي تحريك الاقتصاد، حتى المشاريع الإسكانية هو تحريك، لأنه البناء معناها مواد أولية، معناها عمالة، معناها نقل، معناها كل شيء. لذلك نقول يحتاج، هي رسالة من خلالكم إلى البنك المركزي وإلى رابطة المصارف الخاصة العراق، رسالة أنه خلونا ننظر إليها من جديد، ومن نقول الفوائد إذا كانت عالية هي مو هي استنزاف للمواطن. المواطن قد يكون مجبر، لكن أحيانا عدم وعي المواطن لبعض المواطنين اللي يقترضون هو ما يدري عمليا بيسدد، ربما يعني قد تصل إلى أكثر من 20% من إجمالي المبلغ، يعني وهذا رقم كبير. لذلك تسوى وتستحق في هذا اليوم الصعب على المواطن، يعني العملية، يعني احنا اكو مفارقة، هناك ارتفاع في اسعار النفط والايرادات، وهناك صعوبات اقتصادية يواجه المواطن، نعم، والاقتصاد العراقي بالعموم الصعوبات. لذلك التحريك هي بالقروض، وخاصة القروض التي تذهب الى المشاريع الصغيرة المتوسطة، حتى المتوسطة يعني مدى يقدرون يستفيدون من القروض. كيف نجعلها حقيقة ديون سهلة بالفوائد
بالضمانات وبفترة الاسترداد، لكن مع ضمان الاسترداد. نعم أستاذ، هذا الموضوع نعم ما أستاذ علي، يحتاج فقط تحليل، يحتاج جهة تنظر إليه وتعيد النظر بها حتى تزيد التسهيلات. نعم وصلت الفكرة أستاذ عامر. وختاما، إلى أي مدى برأيك نجحت الحكومة في تنفيذ شعارها بتنشيط القطاع الخاص؟ غير واضح السؤال أرجوك، سأعيد على حضرتك يعني السؤال وهو، الصوت غير واضح عذرا. سأعيد عليك السؤال أستاذ عامر، وهو إلى أي مدى نجحت الحكومة العراقية بتنشيط القطاع الخاص برأيك؟ صوت ماكو ست يبدو أن هناك عزيزة. مشكلة، نجحت يبدو الحكومة أن هناك، العراقية بماذا؟ هناك صدى وهناك كلام في نعتذر الاستوديو منك عزيزة. أستاذ مع عامر، الاحترام، الكلام نعتذر في منك. الاستوديو ستي العزيزة، هناك نعم، كل الشكر لك أستاذ عامر الجواهري، الخبير الاقتصادي والاستشاري في التنمية الصناعية، كنت معنا عبر سكاي، وأهلا بك دائما. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت محافظة بابل احتجاجات غاضبة لعمال النظافة والبلدية، وكانت قد انطلقت تظاهرات عمال النظافة من جسر الثورة باتجاه ديوان محافظة بابل مطالبين بشمولهم بقرار 315 أسوة بباقي الدوائر، كما طالبوا بشمولهم بمحاضر قطع الأراضي. ونبقى في محافظة بابل، حيث الإهمال والفساد الحكومي في المحافظة يصيب نفق البكرلي، وذلك بعد أن أصبح هذا النفق مشكلة حقيقية يعاني منها المواطنون في المحافظة بسبب تجمع المياه الجوفية والمياه الآسنة، ناهيك عن الأضرار التي يسببها اصطحاب المركبات. علياس، والمزيد من التفاصيل. كاد شخص من أهالي مدينة الحلة ومسؤوليها إلا ومروا عبر هذا النفق الذي يعتبر هو المنفذ الوحيد لأكبر أحياء المحافظة باتجاه مركز مدينة الحلة، وبعد إنشائه ب10 سنوات تقريبا تحول هذا النفق إلى مستنقع للمياه الجوفية والمياه الآسنة، مشاهد لا تليق بتاريخ المدينة تمثل شاهدا على مستوى فساد وتقصير حكومة بابل المحلية، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين وطالبوا بالحلول الجدية لهذه الأزمة. هاي صار لها تقريبا هنا 5 سنوات 6، عندك هذا المجر مال المي هذا البوري، صار له 5 سنوات ينزل المي هنا، وهو هذا النفق الوحيد بمحافظة بابل، الله وكيك هو هذا وتاركيه وعايفيه وما حد يشتغل ولا حد يسوي، وهاي باوعة تبعينك شوف عبارة عن هاي الأحزاب، عبي بجيبك وخذ وروح مصارف خارج البلد، ولا حد يهتم بمحافظة بابل ولا حد يباوع، هسه هو شغلاته بسيطة يعني تبليط زفت. هذا مجرى المي 5 سنوات صار كم ما مسوي، ينزل المي هنا يتكوم او تنحفر القاع وباوع، هاك شوف تبع عينك. هذا النفق هو يشرح معاناة اهالي البكرلي خصوصا، يعني صار له قرابة 5 سنوات لا تبليط، شوف المجاري انت شفته بعينك، المعاناة اللي تعيشها اهالي البكرلي خصوصا هاي السيارات، الموظفين، الطلاب، هاي ما حد نظر الها، يعني نناشد احنا الوزارات المختصة بهذا الشيء ان ينظرون الى هذا النفق. يعني محافظة بابل تقريبا كلها أغلبيتها منكوب من كل الخدمات اللي موجودة، احنا نشوف هسه معاناة أهل الحلة، يعني أبسط شيء إذا مطرت الدنيا شوف الفيضانات، هاي شارع 60، هاي عندك نفق البكر اللي صار له تقريبا 5 سنوات على هاي الحالة، المجاربي هتشوفونه قدامكم، نناشد الوزارات المختصة النظر إلى هذه الأمور ومعاناة المواطن اللي دا يعيشها. مديرية بلدية الحلة أكدت أن لديها مخطط كامل يتضمن إعادة تأهيل النفق بالتنسيق مع بعض الدوائر المختصة بشأن الموضوع، ورجحت أيضا إمكانية إزالة النفق واستبداله بمجسر. إجراءاتنا يعني إجراءاتنا أنه صار تنسيق بين المركز الوطني للاستشارات الهندسية، أبدأ استعداده وحاليا نكمل الإجراءات الإدارية حتى يجي الفريق المختص الاستشاري يجري أعمال الفحص ويشوف يشخص المشكلة وش اللي يحتاج، كذلك مع الهيئة العامة للمياه الجوفية ومديرية بيئة بابل وجامعة بابل، راح يعني صار هذا الفريق أبدأ ملاحظات أولية، الموضوع يتطلب تشخيص ومعالجة
قد تتطلب المعالجات يعني تكاليف عالية، ممكن لأن المنشأ عمره 40 سنة 30 سنة، بمفاصل منهارة، بمشاكل يعني المياه الجوفية إذا تجي، قد راح نوصل لنتيجة نحط دراسة جدوى لصيانته، ممكن يعني هاي تكون تكلفة مقابل أكو أفكار اليوم لهدمه وأن يكون مجسر بديلة، أو ممكن يتم هنالك يعني إجراءات معالجة، وإحنا سارين بهالاتجاه معتمدين على الاستشارة والرأي الفني. وما تزال أزمة الخدمات في محافظة بابل تمثل العقبة الأكبر أمام شعور المواطن بالارتياح في عموم المجالات الخدمية في المحافظة، ولعل مشكلة الطرق هي الأكبر تأثيرا في بابل. لقناة وطن علياس، محافظة بابل. نفت شركة توزيع المنتجات النفطية وجود أي أزمة وقود في بغداد، وذكر إعلام الشركة في بيان أن شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي بشكل قاطع وجود أي أزمة وقود في بغداد، ومعتبرة هذه المعلومات مجرد شائعات تروج لها المواقع الصفراء بحسب وصفها، واعتبرتها نتيجة للضربات التي وجهتها الشركة لرؤوس الفائسين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الأزمات. اتهم محافظ كركوك ركان جبور حكومة أربيل بالتجاوز على حصة المحافظة من الوقود ما تسبب بأزمة فيها، وقال الجبور إن أربيل والسليمانية ودهوك تستهلك الكميات الأكبر من الوقود المجهزة للمحافظة، داعيا وزارة النفط الاتحادية إلى التعامل بمساواة وعدالة بين المحافظات، وأشار إلى أن الأزمة في محافظته ومحافظة نينوى سببها حكومة أربيل وتخبط إدارتها. هذا فيما أكدت الكتلة التركمانية النيابية أن محافظة كركوك تشهد منذ أشهر أزمة خانقة بتجهيز وقود السيارات، وذلك بسبب تهريبه إلى أربيل والمحافظات الشمالية. واتهمت الكتلة التركمانية الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء بالإهمال والتقصير والاستمرار في سرقة نفط المحافظة بعدة طرق دون محاسبة، ومحذرة من غضب شعبي تجاه الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء. وفي نينوى قال أن ابن نايف الشمر إن المحافظة تعاني من أزمة وقود حادة ومنذ شهور، وقال الشمر إن وزارة النفط وعدت أكثر من مرة بحل جذري للأزمة وبعثت بلجانها إلى المحافظة، لكن كل تلك الوعود لم ينفذ منها أي شيء. وأشار الشمر إلى وجود عمليات تهريب للنفط تتم بطرق شبه رسمية، عازيا أزمة الوقود في نينوى إلى الفساد، وحذر الشمر من اندلاع تظاهرات غاضبة في المحافظة بسبب تلك الأزمة. وفي غضون ذلك تجددت في مدينة السليمانية تظاهرات لسائقي المركبات رفضا لارتفاع أسعار الوقود، وعبر المحتجون عن سخطهم الشديد جراء إصرار الحكومة المحلية في كردستان على زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى، وقام المحتجون بقطع طريق رئيسي يربط السليمانية بكركوك تعبيرا عن تنديدهم بإجراءات السلطة المحلية في أربيل. وفي البصرة ما زالت أزمة الوقود مستمرة، حيث أدت إلى إغلاق بعض المحطات وعزوف الكثيرين من المواطنين عن الحركة، محملين مدير توزيع المنتجات النفطية والجهات الأخرى مسؤولية التقصير. تفاصيل أكثر في تقرير التالي. كان اسمه بلد الخيرات، أما الآن فإنه بلد الأزمات، أزمة بعد أزمة وفاجعة بعد أخرى. فبعد ارتفاع أسعار الدولار وأسعار الزيت جاءت أزمة الوقود لكي تكون المشهد الأبرز في المحافظة. أزمة البنزين، احنا شعب او هذا البلد كله خير، كله أرض، كله ذهب، احنا اهل النفط، احنا اهل الغاز، يعني ليش هيك جاي يصير بينا؟ يعني اجوا اخوتنا المنا وبينا، لحمك ودمك ياكل بيك، يعني الاخو من يكظ الامور يسبي اخوه، هاي سباية ترى، ما يصير، الله ما يقبل يا عمي. عيب عيب كافي، الشعب تعب، الناس فقر، الناس جور، عمي روح لبيوت العالم. يعني هي اهم شيء هو البنزين، اهم شيء البنزين، واحد يروح للدوام، واحد يروح هاي. والله انا اليوم تعطلت بسبب السائق مالتي ما عنده بنزين، ما يصير اخوي، لازم تشوفوا لنا حل، يعني تبقى حكومتنا هاي الشكل ما يصير، وين ما اروح بطلب ايدي، ما يصير اخوي.
لازم يشوفون حل. راح من وديكم مسؤول كان شلون انت لازم توفر محافظتك. تعال ليش الجاز من المصفى يطلع ديش المحافظات من المصفى يطغانا داوم بالسائق من المصفى الصخاريج تحمل وتطلع. المواطنون عبروا عن استيائهم من هذه الأزمة وأكدوا بأن تهريب الوقود إلى المحافظات الأخرى هي الخيانة العظمى، وتناول آخرون مدير المنتجات النفطية وحملوه آفة الأزمة التي تمر بها المحافظة. مثلا الإنسان عنده مريض، صاحب تاكسي، كل إحنا ناس نداوم بدوام، بالإضافة إلى البصرة هي منبع العراق للنفط، أبو المنتجات النفطية سواء أي شخص كان نحمله. ليش نحمله؟ جاي يسبب مثل ما تقول عدم توفير البنزين. أزمة الوقود هي البصرة هي أم الوقود، ما يحتاج يعني لا نستورد ولا شو اسمه، بس إحنا قاضينها، الغاز يحرقونه ما نستفاد منه، والبنزين قاضيها علينا بالتهريب، وهاي الشغلة خير البصرة لغيرها، يعني البصرة ما مستفادة شيء بصورة عامة، يعني لا من رواتبنا مستفادينها، لا من بنزيناتنا، لا من نفطنا، أي شيء ما مستفادين، بغرة حلو بظلة، تهريب وخيرها لغيرها. كل شيء ما مستفادين منها. زين ستة متغلون البنزين وقلاء البنزين وبالتاكسي شنو يريد يشتغل؟ الغيره شنو يريد يشتغل؟ ابو العماله الغيرها يعني هي بنزينات كانت 450 وين يريدون يوصلون به؟ ارتفاع اجره المركبات التي اتت من شحه الوقود واثقال كاهل المواطن البصري هو جريمه تتحملها الجهات المعنيه بهذا الامر. شحة الوقود التي تشهدها محافظة البصرة تسبب شللا تاما لدى حركة المواطنين، والأهالي يحملون مدير توزيع المنتجات النفطية الحصة الأكبر من هذه الأزمة. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. ومن البصرة إلى السليمانية، حيث أكدت مديرية الطوارئ في السليمانية بوفاة اثنين من المتقاعدين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة. وقال مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر إن المتقاعدين توفيا جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي في السليمانية، مشيرا إلى أحدهما يبلغ من العمر 76 عاما والآخر 70 عاما. وأكد نادر أن تقرير الطب العدلي أكد أن سبب الوفاة كان النوبة القلبية. وقال شهود عيان أن المتقاعدين يقفون في طوابير منذ مساء السبت حتى صباح الأحد، ولكنهم لم يحصلوا على أي مرتبات التقاعدية. ونعود إلى البصرة لنختتم نشرتنا منها. ففي البصرة، حيث أنهت اللجنة التفقدية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيارتها التفقدية لمدينة البصرة، وخرجت بانطباع إيجابي بشأن جاهزيتها لاستضافة النسخة المقبلة للبطولة. ورافق عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي اللجنة التفقدية في زيارتها، حيث تم تحديد الملاعب الخاصة باستضافة البطولة مطلع العام المقبل، وذلك إلى جانب المستشفيات المعتمدة والفنادق المخصصة للمنتخبات وكبار الشخصيات واللجان التنظيمية والإعلاميين والجماهير. وكان وفد اللجنة التفقدية لاتحاد بطولة كأس الخليج العربي قد وصل صباح الجمعة إلى البصرة برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي، وذلك إضافة لأعضاء من دول البحرين والكويت واليمن. وبذلك نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. مترئسا وفدا حكوميا وأمنيا الكاظم يزور نينوى ويوجه بتأمين السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة. بانتظار مفاجآت متوقعة، أوساط الإطار التنسيقي تتحدث عن حوار مستمر مع التيار وتلوح بالثلث الضامن. في خطوات متسارعة، العراق يرفع استثماراته في سندات الخزانة الأمريكية مقتربا من 24 مليار دولار.
سياسات أربيل تزيد من أزمة وقود السيارات في كركوك ونينوى وإغلاق للمحطات في محافظات جنوبية. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.